السلطة الفلسطينية أقامت مجلس وطني في رام الله، أنا أقول السلطة الفلسطينية، جمعت كل من قيل عنه عضو في المجلس الوطني الفلسطيني اللي عمره أكثر من 40 عام، واجتمعوا في رام الله. المخرجات احنا لم نلمس أي مخرجات ذات قيمة أو أهمية. أنا أعتبر أنه ما حصل هو عبارة عن إخراج ناسب قيادة السلطة الفلسطينية، وتحت هذا العنوان حصل هذا اللقاء، وأنا لا أعتقد سوف يكون له أي مفاعيل إيجابية أو قرارات ذات قيمة تتعلق بالشأن الفلسطيني، ولن يترتب عليه أي إجراء لصالح الشعب الفلسطيني. نقر أنه هذا المجلس لم نسمع أي مخرجات ذات قيمة للشعب الفلسطيني. للأسف يمكن من المحزن يكون في قرارات ضد الشعب الفلسطيني. نحن كقوة فلسطينية جزء من حالة المقاومة، لا أقول لن أعترف بها، أصلا هذا المجلس بهذه التركيبة بهذه الحالة نحن لا نعترف فيه، وبالتالي لا نعترف بمخرجاته.